يا غدساوي ابتسم فانت غدساوي. الكره مقطوعه تصل الى سلطان الطوقي. الطوقي بيمشي كره الى علي الشمالي. مرتد الان للغدسيه. علي الشمالي بيحاول يمر بمر الشمالي. كره معاه حاول يسدد. الله شمالي. شوف 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 التسديده صعبه على دبكه في مكان صعب جدا. اختار زاوية حلوه صعبه صعبه. صدر مطوع وتغير اتجاه الكره وجمهور القادسيه والمباراه هذه شلون بهذه الثاني. شوف بدر مطوع يعتبر هدف. بدر مطوع لانه هو اللي لعبه وتغير اتجاه الكره. جول جول للقادسيه في هذا الوقت الحرج والحرج جدا. من يفاجئ من هنا المفاجاه. وقلناها اكثر من مره. شوف حسين بابوف وخالد الفضلي اثنين كل من اشترك بالكره ودخلت في المرمى. حسين بابا غيرها وطبعا الفضلي تغيرت مع الكره ولمسها بايده ودخلت في المرمى. جول ودخلت في المرمى. جول. اذا خلاص الوقت الان وقت ضايع لمدته دقيقه. الان 16 دقيقه 16 لكن في توقف في تسجيل الهدف. شوف حسين بابا شوف خالد الفضلي اثنين اشتركوا بمشاركه الكره وهذه كره لنادي الكويت. واعتقد الوقت يعني راح يمر ولن يسعف نادي الكويت في تسجيل التعادل لان الوقت يمر خلاص بثواني وكره ملعوبه الى فهد عوام. وغير الترمومتر وغير البترول وغير الحقيقة. الاسترديون اللي يعتمد عليه محمد ابراهيم الى مطوع. اذهبت الكرة لابراهيم جيتا ليقول جيتا انا جيتا وهذه جيتا وهذا هدف. هذا هدف خامس خامس. اذا سنعود الى ذاكرة ¡Sabía!